يا مان خلك كذا ترى ما فهي مستوره ابو عادل اليوم بيضبطك ابو عادل اضبط ابو عادل ها معنا اختنا الفاضله الشاعره حمده الزهراني حياك الله اختنا ها دائما معنا اختنا وفاضله جزاها الله خير تفضلي اختنا الشاعره حمده ورحمه الله وبركاته تفضلي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله الله يصبحكم بالخير والسعاده والرضا امين وياك امين أرحب فيكم وبضيوفكم المتميزين اليوم حياكم الله جميعا الله يحييك ويسعدك تفضلي اليوم كتبت عن أمي ودائما أكتب عنها لكن تخونني الكلمات ويعجز لساني عن التعبير استاهل الوالدة تحمسني العبرة كلما رأيت تعب السنين يسكن ملامحها أمي منبع سعادتي والصدر الوحيد الذي يريحني من عبء السنين أمي مقعدة ما تقدر تمشي وأمس كان صحة. عندها موعد والدكتور قال إنها صعب تمشي أو تقوم ضايقها كلام الدكتورة شوي وأنا أحب أقول لها يمه بوقت القلب بيتك ومركازك الله يديمك معاي الباقي من عمري أنا سند لك وأنا عونك وعكازك أشيل همك وأحزانك وسط صدري يا سلام. يمه عسى الهم يبعد عنك يجتازك يا نور دنياي حبك في الحشا يسري باقي العمر أنا بيك وعتازك جنة حياتي يا نور العمر يا فجري لك يرخص العمر وانت العمر يحتاجك ويسد قلبي إذا اسمك علي يطري يمه بكل الحب غطاني إحساسك افداك روحي وكل الباقي من عمري سلام. أنا سند لك وأنا عونك وعكازك أشيل همك وأحزانك وفي قدري يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أبدعتي والله ما شاء الله يعطيكم العافية أبدعتي ما شاء الله إي والله هذا وش تقول يا أبو محمد الشاعرة غرمان الشاعرة حمد